السنه دي بالذات للسنه دي هتبقى تختلف عن 2013 و2018. في اسباب كتير جدا. الاسباب دي اول سبب ان الناس حاسه بان في انجازات داخل وخارج مصر. الانجازات اللي داخل مصر طبعا احنا كلنا شايفينها بعينينا، الانجازات المشاريع والعاصمه الاداريه والعالمين والمونوريل، حاجات يعني تذهل العالم. انا مش بقول لحضرتك كده كمصري، لا، المصريين الاجانب لما بييجوا بيسهلوا على التطور اللي حصل في المرحله اللي فاتت من مصر في نقله غريبه لم تحدث لها منذ 50 عام، ولن تحدث لها ابدا في اي دوله في العالم حتى امريكا. في تقدم كده. النقطه الثانيه، هم حاسين ان في القياده السياسيه الحكيمه تتخذ اجراءات، تتخذ قرارات تفيد الامن القومي وتفيد مصر بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الايام الاخيره، وطبعا طول عمرها هي في حكمه في استخدام القرار لمصر. طبعا المصريين في الخارج عندهم وعي زي داخل ارضه، عندهم وعي بانهم بيشوفوا بعينهم ان مصر ماشيه على الطريق السليم. مصر تعتبر دلوقتي من الدول الامنه، من الدول اللي هي بتاخد قراراتها ما بتخافش من حد ولا حد بيلوي دراعها. لا، في قياده سياسيه حكيمه بتتخذ القرار اللي هي بتحمي مصر وتحمي التراب وكل شبه في جمهوريه مصر العربيه. عظيم جدا، انا بشكرك جدا مهندس اسماعيل احمد علي رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج. ناس شايفه ان في تغييرات كتير حاصله عن السنين الماضيه او حتى عن الاجراءات الانتخابيه، اسف يعني الاستحقاقات الانتخابيه مش الاجراء، الاستحقاقات الانتخابيه في الفترات الماضيه.